السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع سلسلة مبادئ علم الهارموني اللي بسجلها حصريا لقناة المايسترو محمد الفكهاني ومحدثكم محمد الفكهاني. أهلا بكم. هنتكلم عن الجزئية بتاعت التآلف الثانوي الرباعي وعند تصريفه على تآلف ثلاثي أو تآلف رباعي. هنتج عندي حالتين، يعني هنقول النقطة دي عند تصريف تآلف ثانوي بالسبعة اللي هو رباعي على تآلف ثلاثي، ايه اللي هيحصل عندنا؟ هنلاقي عندنا هو بيكون من اولى ثالثه خمسه، يهمني فيه الثالثه، يعني يهمني عندي ادي سبعه وادي خمسه وادي ثلاثه. هل سبعه التآلف لابد ان تهبط درجه، يبقى دي تهبط ايه؟ درجه. والخمسه تهبط درجه، الثالثه تهبط مسافه ثالثه تاني، يعني سبعه التآلف تنزل خطوه درجه واحده، خمسه التآلف تنزل خطوه درجه واحده، لكن ثالثه التآلف تنزل ثلاث درجات. دي الحالة الأولى اللي أصرف فيها التآلف الثانوي الرباعي على تآلف ثلاثي. طيب الحالة الثانية اللي هو عند تصريف تآلف ثانوي بالسبعة على تآلف رباعي، إيه اللي هينتج؟ أنا عندي برضه أهو عشان بس نفس الحتة دي، عندي برضه التآلف هيبقى فيه سبعة وخمسة وثلاثة، إيه اللي هيحصل في التصريف؟ نفس القصة، السبعة هتنزل درجة والخمسة هتنزل درجة، التالتة هي اللي هيحصل فيها تغيير، التالتة هي اللي هيتم فيها التثبيت، يعني تثبت النجمة دي يبقى كأنه صوت مشترك، يبقى هنا ايه؟ تثبت الدرجة التالتة من التآلف الثانوي اللي بالسبعة تثبت. فلما تثبت للتآلف اللي بعديه هينتج عندي ايه؟ هينتج تآلف محذوف الخمسة، وبأنه محذوف الخمسة هنكرر مكان الخمسة الأساس مع تكرار الأساس، فيطلع عندي تآلف محذوف خمسته ولكن متكرر الاساس. طيب الحالتين دول تعالوا ناخدهم بنماذج على المدرج الموسيقي، يعني تعالوا نروح نطبق الحالتين دول نشوفهم بنماذج على المدرج الموسيقي لو حبينا نطبقهم. هنطبق الحالتين اللي قلنا عليهم اللي هو تصريف التآلف الثانوي او التآلف رباعي على بعد رابعة، ونشوف تصريف على تآلف ثلاثي مرة وتآلف رباعي مرة. تعالوا مثلا ناخد أي نموذج، ناخد مثلا تآلف الدرجة الأولى بسبعته، هنصرفه على مسافة رابعة يبقى دو ري مي فايف، هيروح للرابعة، هنصرفه على رابعة ثلاثي يعني الحالة الأولى. فتعالوا نشوف مثلا دي لو دو بيكون من دو مي سول دو، تعالوا مثلا ناخد دو سول مي دو مي سول سي، دو مي سول سي، هناخد هنا مي وناخد هنا مثلا سي، ادي تكوين التآلف دو مي سول سي. القانون قلنا ايه؟ ان السبعه بتهبط، اول حاجه افكر فيها دلوقتي ايه؟ السبعه دو مي سول سي، يبقى السي دي نخلي التصريف مثلا بلون تاني، يبقى السي دي احنا هنروح هنا الاول لفا، هنروح هنا لنغمة فا سواء كانت فا لفوق او فا لتحت مش هتفرق، ونشوف التصريف. اول حاجة السبعة تهبط، يعني السي هتنزل الى لا. طيب
وتاني حاجة بعد كده الخمسة اللي هي السول، دومي سول، تنزل درجة، يعني السول دي هتنزل هنا للفا فتعمل معايا جينوس هنا، يبقى أنا عندي أهو السول نزلت إلى فا. طيب والتالتة تهبط تالتة، يعني معنى كده إن المي تنزل تلات درجات إلى نغمة دو، فيكون الناتج عندي فا فا لا دو. نشوف نموذج تاني كده مثلا، نشوف نموذج تاني للحالة دي، ناخد تألف ايه مثلا؟ اي تألف، تعالوا مثلا ناخد تألف الدرجة الستة، ستة بسبعته، لما نيجي نصرفه هنعد يا ربعة تمل فوق يا خمسة تمل تحت، ستة يعني هقول ستة سبعة تمنة اللي هي الأولى، تسعة اللي هي التانية. طب لو نعده بالعكس هنقول ستة خمسة رابعة تالتة تانية، يبقى الستة دي هيصرف على تآلف الدرجة التانية. الستة بالنسبة للسلم دو اللي هي نغمة لا، يعني هنا هيكون عندي تآلف الستة بسبعته بيبدأ بالنغمة لا، بيكون من لا دو مي سول، لا دو مي سول. فعندنا مثلا هنا دو، مثلا ناخد هنا دو، لا دو سول مي، تكوينته ايه؟ لا دو مي سول، هيصرف على تانية اللي هي هتبقى نغمة ري، فهنروح هنا الى نغمة ري. نطبق القاعدة، السبعة اول حاجة فكر فيها سبعة، حطها الوان تانية كده، السبعة احنا قلنا لا دو مي سول، يبقى اول حاجة فكر فيها السول تنزل درجة، اهي السول تنزل الى فا. طيب وبعد كده الخمسة تنزل درجة، يعني اقول لا دو مي اللي هي الخمسة تنزل درجة. طيب التالتة تنزل تلات درجات، يعني من الدو تنزل الى لا، فاصبح الناتج عندي ري لا فا ري، ري لا فا ري. ادي تصريف تآلف رباعي على تآلف ثلاثي، ده يكون الناتج. تعالوا نشوف الحالة التانية اللي هي تآلف رباعي على تآلف رباعي، وتعالوا ناخد نموذج مثلا، ناخد نفس النماذج مثلا قلناها رباعية، تعالوا ناخد نفس النموذج. لو خدنا الأولى بسبعتها، تعالوا ناخد الأولى اهي، أولى بسبعتها عشان يبقى نفس النموذج بنفس الدرجات. الأولى بسعتها اللي هي دو مي سول، أدي دو، تعالوا غير الشكل بس دلوقتي شوية، تعالوا غير، تاخد دو مثلا دو سي، هو دو مي سول سي، دو سي سول مي مثلا، أهو دو مي سول سي، هيروح لإيه؟ هيروح لرابعة. طيب الرابعة اللي هي عندي فا، نعمل التصريف بلون مختلف، نشوف القانون. القانون بيقول ايه بقى في حالة الرباعي؟ ان السبعة هتنزل، ماشي احنا قلنا دو مي سول سي، يبقى السي لازم هتنزل، هتنزل لله. وايه تاني؟ وعندنا الخمسة تنزل، يبقى هنقول دو مي سول، السول تنزل للفا. حلو؟ طيب يتبقى عندي ايه بقى؟ ان التالتة تثبت، يعني دو مي، المي دي لازم تثبت، اذا هنيجي هنا عند المي ونعمل مشترك، فيطلع الناتج عندي رابعة فا لا فا مي، رابعة بسبعتها ولكن محذوفة الخمسة، فطلع الناتج فا لا فا مي، طلعت رابعة بسبعتها محذوف الخمسة، زي ما قلنا هنا في القاعدة كده اهو، ينتج تآلف محذوف الخمسة مع تكرار الأساس. يبقى احنا هنكرر الاساس اللي هو فا جاي واحد هنا عن طريق الخمسه اللي نزلت دي. طيب تعالوا نجرب نفس النموذج اللي هو التاني ده اللي هو السته، تعالوا ناخد سته، سته بسبعتها هتصرف على تانيه، وطبعا لازم تكون تانيه بسبعتها، ونشوف الناتج ايه. السته قلنا عندنا اللي هي لا دو مي سول، طبعا دي سته بسبعتها، فهيبقى الله
لا دو مي سول، احنا كنا خدنا هنا لا دو، هنا تعالوا نغير الوضع شويه، نخلي مثلا لا هنا سول والمي هنا مثلا والدو هنا اهو، لا دو مي سول. نطبق القاعده السبعه طهرت لا دو مي سول. اذا اولا احنا هنا رايحين لايه؟ لتانيه، تانيه اللي هي نغمه ري. اوكي تعالوا نخلي التصريف باللون الاحمر. السبعه اللي هي بتاعت لا دو مي سول، السبعه تنزل درجه اهي، هتنزل للفوق. الخمسه تنزل درجه لا دو مي، المي اهي تنزل درجه للري، لا دو مي. طيب يتبقى ايه عندي؟ يتبقى عندي الثالثه اللي هي دو. الثالثه اللي هي دو هتثبت، هنثبتها. اصبح عندي الناتج ري فا ري دو، اداني الثانيه بسبعتها محذوف الخمسه، ري فا لا، اللا مش موجوده ما جاتش، فبقى ري فا ري دو، فاصبح ده محذوف الخمسه. يعني ارجو يكون النماذج دي وضحت الفكره بتاعه تصريف التالف الرباعي بسبعته على التالفات الثلاثيه ومره على التالفات الرباعيه. حبيت افكركم قبل ما انهي الحلقه ان احنا بنحط اسفل كل فيديو الوصلات الخاصه بكل السلاسل اللي بنسجلها، سواء كانت مبادئ الهارموني، قواعد الموسيقى العالميه والغربيه او قواعد غربي، قواعد الموسيقى الشرقيه، حلقات الاسئله والاجوبه، وان شاء الله قريبا هنبدا نفتح في سلاسل اخرى لمواد علميه موسيقيه اخرى. قبل ما انهي الحلقه احب افكركم ايضا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم، السلام عليكم.